لا 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 المو المو رتب كل شيء بابا. طبعا احكي لي يا المو، انت فكر شو راح اسوي بالجريده؟ ايه بابا، المو عنده فكره خاصه لهذا الورقه الخاصه، راح ينفذها هو ومنى، بس حتى تجي منى. ممتاز. اني جيت. مرحبا المو. مرحبا عمو. وصلت منى. وصلت منى. مرحبا المو، اشتقت لك. المو شوف ايش جبت وياي، الالوان المائيه حتى نلون ونلعب سوا. ها بس منى، المو فكر فكره جديده ويريد يسويها. شنو؟ المو يريد يسوي طياره. طياره كبيره، طياره زرقاء، طياره تطير بالهواء. طياره؟ لا المو، انا اريد غير شيء. أنا أريد أسوي تنين كبير وكلش قوي. لا، نسوي طيارة. لا المو، أنا أريد تنين. لا طيارة. تنين. طيارة. تنين. طيارة. تنين. بابا. 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 منى ما تسمع كلام المو. أمو أمو، المو ما يسمع كلام منى. الظاهر هسا عندنا مشكلة. أول شي راح نسوي على مود نقدر هاي المشكلة. هو لازم تهدؤون. صدق؟ والنفس هو تمرين فعال على مود تحلون أي مشكلة يواجهكم. وهسا بالأول شهيق. وبعدين زفير. ماشي. بالأول شهيق. وبعدين زفير. ممتاز. تعرفون؟ سامي وعماد كان عندهم نفس المشكلة اللي عندكم بالضبط. مين؟ عماد؟ سامي؟ تريدون تعرفون شنو قصتهم؟ إيه 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 أحكي أحكي. طيب طيب، في يوم من الأيام كان أكو اثنين إخوان، واحد اسمه سامي والثاني اسمه عماد، وفي يوم لاقوا قطعة قماش. صدق؟ ومن سامي شاف القماش قال إيه راح أسوي من هاي القماش شالة كلش حلوة لدبدوبي. كمل كمل. وعماد قال له لا يا سامي، أنا راح أخذها وأسويها طاق لقرد مالتي. سامي قال له لا، الشال أحسن. وعماد قال له لا، الطاق أحلى. وعماد وسامي زعلوا من بعض؟ ما زعلوا يا منى، بس كل واحد كان يلوم الثاني. وبعدين اجت أمهم وشافت القماش وفكرت بالمشكلة وقالت بابا شنو قالت أمهم؟ ها حبايبي، هاي قطعة القماش كلش كبيرة واثنيناتكم تقدرون اللي تريدون تسوون. وجدتي أمهم وقطعت القماش للنصين وقالت هاي حصتك يا سامي حتى تقدر تسوي الشال، وهاي حصتك يا عماد حتى تقدر تسوي الطاق لقرد مالتك. وهيجي خلصت المشكلة. كلش حلو. كلش حلو، انحلت مشكلة عماد وسامي. لأن سووا اللي لازم أي واحد يسوي لما يكون عندهم نفس المشكلة. وقف وفكر وبعدين تقدر تصرف. وقف وفكر وتصرف. أول شغلة لازم توقف، وثانيا فكر بالمشكلة بهدوء، وآخر شي تصرف بالمشكلة بأحسن حل. على مود هاي النفس أحسن طريقة على مود نهدأ. بابا المو ومنى هادئين لأن أخذوا الشفيق والزهير، صح يا منى؟ صحيح. صحيح. وهسا خلي نفكر بالمشكلة. احكولي شنو هو مشكلتكم؟ عمو أنا راح أقول لك المشكلة، المو يريد يسوي طيارة ومنى تريد تسوي تنين. تريدون تسوون أشياء مختلفة بنفس الورقة. بنفس الورقة؟ يا بابا. قول عمو. احكي لنا يا بابا، احكي لنا. دا تشوفون هاي الورقة اللي تشوفون كلش كبيرة. فكرة. رح نقسمها بالنص مثل ما ساوت سامي وعماد بالقماش.
شكرا شكرا عمو. بابا طيارة إلمو كلش حلوة. أمو تيري منى يخافوا. Ha 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 ha